حارتنا دي حارة عجيبة، كل يوم عاملة نصيبي، اوعى الصغنن. هوبا الوحش ماهي. حمادة الله يخرب بيتك، انت طلعت لي منين؟ إيه؟ امشي احسن جزمة يشوفني. مش مهم يا بت، المهم نرجع الذي مضى. فاكرة بير السلم؟ ماله لأخويا بير السلم؟ ساعة ما كان أخوكي جزمة يربطني فيه وأنت تريحيني وتجيبي لي مية. أيوة فاكرة. طب فاكرة السطح؟ ماله السطح؟ ساعة ما كنا بنرمي مية سخنة على أخوكي جزمة ونقعد نضحك. فاكر كنا ساعتها نقعد نرمي بالمشابك في نافوخ. أيوة. امشي امشي امشي. همشي طبعا عشان جزمة لو شافني هينفخني. وأنت مش ناقصة نفخ. يا خساري نسيت أفكرها بالمنور. مصر برضو مصر. يا رب شوية حظ صغيرين، احنا مش عايزين مصر، عايزين نسيبها ونمشي. شوية حظ بس يا رب. ايجيبت، اللهم لك ألف حمد وشكر يا رب. الحمد لله. ولا بكر خد يا مش اللي يدخل يقول سلام عليكم. وعليكم السلام. ارتحت كده خلاص؟ ارتحت؟ اقعد يالا، مالك في ايه؟ مفيش. مفيش؟ انت مش شايف وشك عامل زي البكابورت ازاي؟ في ايه؟ خير جزمه ضربني. طب وايه الجديد يعني؟ قصدي ضربك ليه؟ اداني بالشلوت وقال لي وصله الكونه واقول له ادفع الفلوس اللي عليك. ماشي يا جزمه الكلب. خلاص يا بكر حبيبي، الرساله وصلت، قوم نام انت. وصلت؟ بس الشلوت لسه ما وصلش. ولا انت هتعمل ايه؟ انا اخوك الكبير والله اديك بدي. يعني ايه يا بابا؟ بقولك ايه؟ خد يالا، خد يالا يا ظالم. خد احتى شكانتاري مانتاري كرومو نو باستاوي شكان. ايه في ايه؟ في ايه؟ بجو ايه؟ في ايه؟ انتو مين؟ الله يخرب. تعالى ايه في ايه؟ شو ايه؟ اوعى سمعت ياض؟ سمعت ياض اغنية الوجع؟ لا. من الوجع. سمعت يالا اغنية يالا الالم؟ لا. من الالم. سمعت يالا اغنية يا بتاع النعناع يا منعنع؟ لا. طب اسمعها عشان جامدة موت. فاكر ياض زمان كان بيحصل فيك ايه؟ مش فاكر. طب انا بقى افكرك. ثانية واحدة، انا عايز اقول حاجة. ايه؟ يا قبطان 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 قبطان. في حاجة يا حمادة؟ مفيش حاجة يا خالو، مفيش حاجة. دول كانوا بيرحبوا بي عشان اني جديد في الحارة، ولا يا شباب؟ قبطان 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 يا مكف حديد خطاف تيريريتيت قبطان وعيون فنان شطاف تيريريتيت قبطان قبطان قبطان. هز يا معنى هز. سمعت اغنية الهفا؟ يا حبايبي وانت يا اخويا لبست الحجاب يا رب يكون على اقتناع. قبطان 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 قبطان. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. انت ما بتروحش الجيم عامل ليه؟ نسيت. يا نهار اسود. حمراس هو بروسلي ليه في الحته دي؟ لا بروسلي كان نايم في الحته دي. ايه ده ايه ده؟ شمال شويه لحسن في كارثه هتحصل. لما ايوه اتمهل. اجري اجري. يا نهار اسود يا نهار اسود. انا ما اعرفش ايه حبكم في السرير ده. تسيبوا الشقه كلها وتيجوا تناموا على حجر. حميمية. بعدين قصة الكبطان دي يابا مش داخلة دماغي، ده شكله راجل مافيا. ليه كده؟ ليه كده يا حبيبي؟ اتكلم باحترام، اتكلم باحترام. ده القبطان، القبطان خليك مؤدب. عارف يا حورس، حارتنا زمان كانت بتتنطط على الحارات كلها عشان احنا عندنا قبطان وهم لا. ليه؟ قبطان عزوز؟ انت ليه بتسفه كلامي؟ عزوز ده كرتون، انما انا بكلمك عن قبطان سعيد سمكه من لحم ودم. اسكت يا حورس، اسكت يا حورس.
اول ما كان ينزل القبطان الميه تبص تلاقي حبيبي السمك على الشطين عمال يرقص على واحده ونص على واحده. انت بتقولي يا اما ده ما تحترمي نفسك، احترمي الراجل اللي هيموت جنبي ده. انت في ايه يابا؟ انت ما بتغيرش ولا ايه؟ يا سعيد. يا سعيد؟ سعيد مين؟ ما انا كمان بحبه. انت كمان بتحب القبطان وانت بتحبيه؟ طب ما تجيبوه ينام جنبنا بقى، رابع جنبنا هنا في السرير. يا ريت يا ريت يرضى. بس ده القبطان سعيد، سعيد سمكه. سمكتي ايه وزفتي يا جدعان؟ اخلص. في يابا في يابا، هو انا بشتمك يابا؟ انا عايز اعرف مين القبطان ده. بقالك 20 سنة في الحاره وما تعرفش مين هو القرصان. قرصان ايه يابا؟ اسمه قبطان. ما تغيرش الموضوع. الحكاية بدأت في أوائل الثمانينات. سنة 73 حرب أكتوبر النجيدة. ماشي، بس إيه علاقة القبطان بالحرب؟ ده هو سبب انتصارنا. سبب انتصارنا؟ يعني ما كانتش الضربة الجوية؟ لا، الضربة ما كانتش جوية، الضربة كانت قلبية جوه قلبي. عندك حق. وبعد ما سينا رجعت كاملة لينا. مصر اليوم في عين. لا مصر اليوم في عين. لا ياللي من البحيرة وياللي من أخير الصعيد. ياللي من العريش الحرة أو من بورسعيد. تتا انتوا كنتوا بتبيعوا غزل بنات قبل كده يا بابا ولا ايه؟ ايه بانوراما 6 اكتوبر اللي انا قاعد فيها دي؟ ده ناس يخشوا يكرمونا على اللحظه الوطنيه اللي احنا قاعدين فيها ويدونا ميداليات. في ايه ياما؟ في ايه؟ وديتوني 73 ونطيتوا رحتوا سنه 81 والقبطان ما شفتش وش امه في القصه لحد دلوقتي. ما بلاش اندفاع الشباب بتاعك ده، انا جاي لك في الكلام اهو. ايوه يا رب توصل. وصلنا لفين؟ لسنة 81. 90 دخلنا كاس العالم. أيوة. ومجدي عبد الغني جاب جون كده. فين يابا؟ فين يابا؟ فين القبطان في الحكايات اللي أنت عمال تحكيها لي؟ عامل لي ألف ليلة وليلة يابا، وقاعد عامل لي شهرزاد وعمال تقول لي وسنة واحد وده. خلص يابا، فين القبطان؟ قبطان؟ قبطان مين؟ عارفه لولا ان انت امي والله العظيم كنت عدمت كراميا بالرصاص. الله يرحمك يابا، دلوقتي عرفت ليه مات صغير. يا واد استنى، جايه لك في الكلام. الله يحبك يا اما، تعالي بسرعه. 2006 ظهر الشيف حسن والشيف شربيني اللي اتعلمت منهم الصياديه اللي انت بتحب تاكلها من ايد ماماته يا جماله يا تكاته. لا دي بحبها بجد. في ايه؟ وفي 2010 هموت. بعد الشر عليك يا اخويا. هموت ياما. بعد الشر يا ابني. ايه 2010؟ 2010 ايه؟ ده انا قاعد من 7 الصبح ل 3 العصر ما سمعتش ام القبطان عمل ايه في القصه. طب هي 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 هيتكلم. هموت يابا وعهد الله. هيتكلم امتى القبطان؟ القبطان هيتكلم امتى؟ ما انا بحكي لك بطولات القبطان اهو، الحاجات دي ما بيقولوهاش في المدارس دلوقتي. عهد الله اكل ودانك، اكل ودانك. قولولي قولولي عمل ايه؟ ما انا لسه هجيلك في الكلام. ما تجيليش في الكلام. ما انا هقولك. قوليلي دلوقتي حالا. حاضر. القبطان عمل ايه؟ القبطان عمل، القبطان مش حد تاني، عمل ايه دلوقتي؟ وقتها كنت لسه بشوف، كان القبطان واقف زي الاسد في وسط الحاره وعمال يصفر ويقول لنا افتكرناه طابور عادي من يومه وهو بيعز الطوابير ويقدسها. وصحينا على صفارة القبطان، كان شاب صغير وزي القمر. جرينا في الحارة زي المجانين ورحنا على المخبأ. اللحظة اللي احنا فيها دي بيتكتب التاريخ. انتوا لو فوق دلوقتي
كان زمانكم في اعداد الموتى. احنا مديونين لك بعمرنا يا قبطان. دي اقل حاجه ممكن نقدمها لمصر. الوطن، الوطن مش مجرد عرض ولا سامة، لا، الوطن طعم لازم تستطعمه. واحنا عمرنا ما هننسى بطولتك دي يا قبطان. انا شامم ريحه وحشه قوي، انا حاسس كده ان انا هتعمي. دي ريحه الخوف. ايوه ريحه الخوف، لازم ننزع من جوانا الخوف عشان نقدر نهزمه. هاتي كفايه ان القبطان اشاد بطبيخي، دي عندي بالدنيا كلها، انا اتولدت من جديد في اليوم ده. القبطان ده مش فخر الحاره بس، لا ده فخر مصر كلها. محدش عارف كان ايه اللي بيحصل، مش المهم حد يعرف، المهم ان انا وعبد العزيز حبينا بعض في الخندق ده. من يومها نظري بدأ يروح بس لسه عايش. القبطان كان السبب الرئيسي في الفوز بحرب أكتوبر وأنقذ الحارة بحالها، لولا بس الإعلام اللي واكل حقه. من ساعتها والحارة معروفة باسم حارة القبطان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرم انا قبطان. جمعني ان شاء الله. يا نهار اسود، ايه ده؟ حرم انا مولانا. جمعني ان شاء الله. معاك كونه يا قبطان، كنا محتاجين حضرتك في استشاره. استشاره دينيه ولا لمؤاخذه دنيويه؟ بريه بحريه جويه. عارف احنا لو مش في الجامع كنت عملت فيك ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ انا جاي اصلي مش جاي اتجنن، وانا عملت له حاجه؟ اصبر عشان ده قبطان. قبطان في البحر مش في الجامع. الجامع ليه حرمته، تعالوا نتكلم بره. ممكن يعني؟ هات ايدك يا ابني. حاضر. رايح فين؟ ابو العينين. حلوه حلوه موت. غرايب النيين، هو انت اشتغلت بواب ولا ايه؟ تقدر تقول حاجة زي كده؟ ايه تنزل ايدك يوم بدل مقلبك جزامة. بقولك ايه، لو كنت فاكر ان انت بتتحمى في خلق القبطان تبقى غلطان. اللي مالوش كبير يشتروا له كبير يا صرمي. الكلام ده في كارفور او عند قلده بتاع الجزم، انما هنا الحمد لله كل المنطقة عارفة أصلي وفصلي. أنا خالي يبقى زكريا صندل، ربنا يفك سجنه، ورغم كده ما بتحماش فيه. لما يبقى يخرج خالك صندل ده من التلاتة الإعدام اللي عليه والستة المؤبد، يبقى تفشخر بيه براحتك. ادعي إن هو لما يخرج تكون إن أنت مت عشان هتزعل يا بني. اسمع خلاصة الكلمات. بص يا ابني، أنا هنا رئيس جمهورية الحارة، وعلى رأي المثل المركب أم مركبين بتغرق، اللي هو القبطانين اللي بيسوقوا المركب دول. يعني أنت تقدر تقول الكلام ده قدام الكابتانو ذات نفسه؟ والقرصانه والكابتانو وقدام رمضان صبح. رمضان صبح بقى يضحك. حرم على سيد المعلمين. بقول لك ايه، خلي بالك وانت خارج من باب الجامع في ثلاث شياطين لزق وراك. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كابتن اهدي، انتوا خارجين من الجامع ولا جايين من المولد؟ شكوكو حبيبي انت خارج من مضي ايه؟
ما تورينا عرض كتافك. ده انا عليا يا حمامه بني. الصبر مفتاح 18.